سلام، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليز دامل. اليوم نقاسم معكم إن شاء الله وصفة تاع لي بات فخفال، كما نقولوا حنا هادو تاع لي بابيون. عادة نديروهم بصلصة الطماطم، اليوم رايحين نديروهم بصلصة الجزر. طريقة مختلفة وسهلة. بسم الله على بركة الله. عندي 3 فروع تاع الثوم بشرتهم، وكذلك حبة بصل كبيرة. لا عندكم البصل الأحمر هو أحسن، بشروها مليح ولا نقطعوها رقيق. 4 حبات جزر صغار بشرتهم هكذا. هنا عندي بات تاع الكركم، تقدروا ديروا بودرة الكركم، بودرة الثوم، بودرة القزبر، بابريكا، ملح وفلفل اسود على حسب الذوق. بداية في القدر تاعي حطيت زيت الزيتون، ملعقة تاع الزبدة، بصل والثوم. نحركوا ونشحروا الكل. صار ونشحر معنا البصل، نضيفوا الجزر. وهنا ضفت كل التوابل على مرة واحدة اللي ذكرناهم في الأول. بعد ما زدنا شحنا الجزر، في هذه المرحلة نضيفوا ملعقة صغيرة تاع النشا، ما نكتروش. وبعدها نضيف الماء الدافي، ماشي مغلي وما يكونش ساخن بزاف. بعد ما ضفنا الماء مباشرة نضيفوا لي بات، ما نستناوش حتى الماء يغلي، هكذا ما يجوناش معجنين بهذه الطريقة وصلصة الجزر تجينا خاترة وبنينة. ولا أسهل، نخلوه يطيب بغردو. وهنا ضفت لوريغان، لوريغانو، تقدروا تعوضوه بالزعتر، هذا يقعد اختياري. هامليك لي بات تاعنا لي فخفال واجدين، تقدروا تضيفوا لهم شويه جبن شويه بقدونس لانه ما فيهمش اللحم المفروم. انا درتهم بهذه الطريقه على السريع وبابسط المكونات. ان شاء الله تجربوا الوصفه بهذه الطريقه، وانا متاكده انه ان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش تخلوا لي رايكم في التعليقات واللايك وتبارطاجيو الى عجبتكم الوصفه. ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى مع وصفه جديده ان شاء الله.